السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. أظن إن أنا بقالي كتير يعني ما بنشرش فيديوهات أو شرحات، أعتقد يعني حاسس كده إن يعني الصفحة إيه نامت شوية. فإن شاء الله في النهاردة هشرح لكم طريقة يعني إزاي تعلي صوت الفيديوهات على اليوتيوب. طبعا أنا هو بقالي حوالي مثلا شهرين ما بنشرش، النهاردة هقول لكم إزاي تعلوا الفيديوهات على اليوتيوب. يعني مثلا عندنا الفيديو ده انت بتشغله بتلاقي الصوت بتاعه واطي، او انت عندك السلام عليكم ورحمة الله. السماعات صوتها واطي، ازاي تعليه من غير ما تحمله علشان يعني تعليه بعد كده، ازاي تعليه من خلال اضافة على جوجل كروم. طيب مثلا نشوف اي فيديو تاني عشان تلاحظوا الفرق. بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب زي ما انتم تكونوا بخير. شايفين. طيب دلوقتي هنروح على الرابط ده. أول رابط ده يا جماعة دي إضافة لمتصفح جوجل كروم علشان تعلي الصوت على اليوتيوب، تحط بيست وانتر، هيوديك دلوقتي على إضافة على ال جو سوق جوجل بلاي جوجل كروم عفوا. طيب دلوقتي بتضغط على فري وبتضغط على اد، هيبدأ يضيف لك اضافة بالشكل ده، تقدر تعلي منها الفيديوهات صوت الفيديوهات على اليوتيوب. طبعا سامحوني لو انا بتلخبط في الكلام، بس علشان بقالي كتير وما بشكرش على شرح. ان شاء الله اظبط الدنيا واحاول ان انا انشر لكم شرحات كل يوم او كل حتى اسبوع مرة، بس مش هغيب يعني تاني ان شاء الله. ان شاء الله احاول ايه انشر فيديوهات على طول. طيب ادي الاداة زي ما انتم شايفين. نجرب اي فيديو دلوقتي، بس هنخش على تحديث السوفت وير ده. السلام عليكم زي ما ورحمة انتم الله شايفين وبركاته. سامعين الصوت بتاع الفيديو. نيجي أتمنى كده يا رب نعلم أكون من أنا وأنتم الاداة، بخير جميعا. نيجي نعلم من الاداة. إن شاء الله في الفيديو هشرح لكم طريقة تحديث راوتر من نوع تي بي لينك. طبعا الأنواع التانية أنتم ممكن تدوروا في المواقع بتاعتها الرسمية وتشوفوا إذا كان فيها نفس الخاصية دي ولا لأ، بس أنا إن شاء الله في الشرح ده هشرح. طبعا زي ما شفت اهو، تقدر تعلي الصوت وتتحكم فيه من خلال القايمة دي، تقدر تعمل لها ريست طبعا لو عايز ترجعها تاني زي الأول. طبعا أسيبكم تكتشفوا البرنامج أو الإضافة دي بنفسكم، تعرفوا ده بيعلي إيه وده بيعلي إيه وده بيعلي إيه، لأن مش هينفع أقول كل حاجة بتعمل إيه علشان مدة الشرح أو وقت الشرح. طيب ننتقل لتاني رابط، برنامج ال VLC. أظن أصلا كله حامل البرنامج، بس أدي الرابط أهو اللي مش عنده البرنامج. نروح نخش على رابط البرنامج انتر، احولنا لصفحة بالشكل ده. هنضغط هنا على داونلود في ال سي علشان تبدأ تحميل البرنامج. طبعا في منه 32 و 64، نضغط داونلود. ننتظر بس تحميل، هيبدأ يجيب لك الروابط جيت فيديو لان، وهتقدر تحمل البرنامج ويندوز 32. طبعا في ناس ممكن تحمل ال 64 او عفوا ال 32 وما يشتغلش على نظامها لو هي 64. طيب بتضغط كليك يمين على البرنامج بقى مسطبه كملف، يعني ملف اي اكس اي، كليك يمين وتشغيل كمسؤول، بيسطب عادي كانك نظام 32، لان البرنامج اظن في منه 32 بس على الموقع بتاعه. طيب دلوقتي طريقة ازاي اعلي الفيديو على برنامج ال VLC. بتاخد رابط اليوتيوب وبتروح على البرنامج، ادي ايقونة البرنامج في ال سي ميديا بلاير، وبتروح على كلمة ميديا، وبتروح هنا على خامس اختيار ل اوبن نتورك ستريم، وهنا بيقول لك حط الرابط بتاع الفيديو اللي انت عايز تشغله. حط الرابط مثلا بتاع الفيديو ده اللي احنا كنا لسه مشغلينه دلوقتي بتاع تحديث السوفت وير، وتضغط على بلاي. انا انتظر لحد ما ايه الفيديو يشتغل. ادي اهو جاب لك عنوان الفيديو زي ما انتم شايفين، هيبدأ يشتغل معاكم، بس طبعا ممكن يكون النت بطيء عشان كده ايه مش السلام شغال عليكم كويس. يعني ورحمة لو ما الله اشتغلش كويس وبركاته، هيجي يا رب يشتغل اهو. تكونوا كلكم بخير جميعا. نقفل إن ده. شاء الله في الفيديو هشرح لكم طريقة تحديث تقدروا راوتر طبعا من بقى تعلي نوع الصوت من خلال انك تعلي الصوت ده لحد الاخر 125، او على حسب اللي عندك. مثلا لو هو 200 تعليه 200، انا الاصدار ده في لحد 125. طبعا لو انت عندك مثلا الصوت عالي على الكمبيوتر
تقدر ما تعليش الصوت من البرنامج لو انت عندك الصوت عالي بس واطي على المتصفحات، تقدر تعلي الصوت من خلال الويندوز فقط، يعني بتضغط هنا وبتعلي الصوت على الاخر لو انت عندك الويندوز نفسه عالي لكن المتصفحات صوتها واطي. طيب في حاجة تانية لو نسيت اقولها، كليك يمين هنا ونضغط على اوبن فوليوم ميكسر، بيفتح لك قائمة بالشكل ده. هنا بتشوف المتصفح اللي انت فاتحه وبتختار الايقونة بتاعته، مثلا ادي جوجل كروم، لو انت لقيته اقل من ويندوز او اقل من السبيكرز تعلي على الاخر، لان ده انت ممكن تكون موطيه ومعلي الويندوز، فتخلي اشرحات الكمبيوتر او يعني اسم الحاجة اللي انت مشغلها على المتصفح ده تخليها ايه مساوية لنظام او الصوت بتاع الويندوز. اظن مفيش اي حاجة صعبة في الشرح، شرحت ازاي تحملوا الاضافة لجوجل كروم وازاي تعلوا صوت الفيديوهات من خلالها، وطبعا شرحت تاني حاجة ازاي تشغلوا الفيديو على برنامج الفي ال سي الموجود على اليوتيوب. اظن مفيش اي حاجة صعبة، ان شاء الله احاول اشير لكم كل جديد. يا رب تكونوا استفدتوا، يا ريت تزوروا صفحة شروحات الكمبيوتر www.facebook.com/محمد46605 وقناة اليوتيوب www.youtube.com/محمد46605. يا رب تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أترككم في أمان الله.